السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين واخبار السودان اليوم الاحد 19 ابريل 2020. في تقييمها لليوم الاول، حكومة الخرطوم: المواطن لم يتفهم حظر التجوال. بينها أجهزة التنفس، منظومة الصناعات الدفاعية تدشن 10 منتجات لمكافحة كورونا. الشمالية تعلن حظر التجوال الكامل لمدة أسبوعين. جريدة لندنية: آلاف الأسر ذات الدخل المحدود في السودان ستجد نفسها اليوم بدون دخل. تجار العملة ينشطون في الحصول على تصاديق للحركة خلال فترة الحظر. وصول مليار جنيه لتغذية الصرافات والبنوك في الجزيرة. لجان تسييرية في 3 بنوك ترفض العمل خلال أيام الحظر الكامل. الغرفة التجارية بكا دبلي: كميات السلع التموينية مطمئنة. زراعة نهر النيل الشتوي من أنجح المواسم. السفير دونالد: إدارة ترامب تقف وراء حكومة حمدوك الانتقالية. رسميا بسبب ضعف المناعة، السعودية ترجع بآخرتين محملات بنحو 21,000 راس من الماشية. عزل الأمين داود من رئاسة الجبهة الشعبية المتحدة. مخابز تعلن استمرار العمل حتى 3 ظهرا في أول يوم للحظر. دعوة لكهرباء القطاع البستاني ولاية سنار. بعد الإعلان عن 30 إصابة، ناشطون يطالبون المواطنين بالبقاء بالمنازل. احتفالات واسعة لمنسوبي حشد بالولايات. بأمر النائب العام تجميد غرامة التوكيلات الملاحية لشهرين. والي الخرطوم يحظر تعبئة مركبات المواصلات بالوقود وضرورة تنفيذ موجهات وزير الإرشاد. بعد حالة كورونا، إغلاق الحدود بين محليات نهر النيل. لجنة التحقيق حول معاملات عارف الكويتية وبيع هيثرو والنقل النهري. ارتفاع أسعار ألعاب التسلية والأطفال لقرابة 100%. الجزيرة: إغلاق الأسواق 1 ظهرا ورقابة مشددة بالمعابر. تنسيق شمال دارفور تتفقد مركز العزل محلية مكدادة. قيادة حميدتي: اللجنة الاقتصادية تؤدي لغصم. مسار دارفور يستلم رد الحكومة السودانية حول القضايا العالية. تقرير اليوم الأول: سوق اللفة تقدس المواطنين وارتفاع السلع.
لم يد التفكيك وإزالة التمكين بالقطار افتدع يدها على ملف مياه الولاية وبروز شركة دانفوديو. تمديد حظر الأنشطة التجارية بكسل لأسبوعين إضافيين. الجبهة الثورية تبدي موافقة مبدئية على تعيين ولاة الولايات ومشاركتها في آلية الاختيار. شركة سودانية تصنع جهاز لتعقيم 120 شخص خلال ساعة. خبراء اقتصاديون يشككون في صمود قرار إغلاق الخرطوم. زيادة تأمين الحاويات تضاعف معاناة وكلاء التخليص الجمركي. مطالب بتحويل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن والدفاع وإقالة وزير الري. النقيب ظلمة أول حالة وفاة كورونا وسط الشرطة. الحالة تزعج تاجر الكول سنتر لا يستجيب بسرعة للمتصل وهذا خطر لا بد أن تنتبه له وزارة الصحة. توقف النشاط التجاري بسوق أمدرمان بنسبة 80% في اليوم الأول للحظر. أسرة العدبان نتجه لاستعادة الرأي العام بالقانون. تحرير السودان من قيادة مناو يطرح بانضمام حركات جديدة للتفاوض. الجيش في خبر تعيين البدري وزيرا للدفاع. انظر نحن لن نتوقف في مواصلة رسالة حزبنا. شبكة صحيحة تنتقد برنامج سلعتي لاعتمادها على السجل المدني لنظام البشير. أبرزهم مصطفى عثمان إسماعيل. المركز يحظر ويجمد حسابات 41 شخصا، 7 شركات وأسماء أعمال. نيويورك تايمز. إدارة ترامب تقف وراء حكومة حمدوك الانتقالية. أصحاب مصانع حصلنا على التراخيص اللازمة للعمل. تفاهم أزمة الخبز بولاية الخرطوم وانعدام الدقيق والوقود. قرار بإغلاق جميع أسواق المنابل إلى أجل غير مسمى. ولاية الخرطوم توجه بإغلاق الأسواق نهائيا واتخاذ إجراءات قانونية بحجز أي عربة لا تحمل تصريح. تجمع المصرفيين يرفض استمرار العمل في البنوك بعد إصابة 2 من عضويته بالكورونا و4 في العزل. في اليوم الأول من الحظر غياب تام للأطباء من المستشفيات. اجتماع العناصر المحلول بقرية الجمهورية لأندرمان. شقيقة الفريق إبراهيم عبد الكريم مدير عام الشرطة السابق
عندما كان السودان اليوم من المربع كان لشقيقي قطعة أرض واحدة. مغامرة الخرطوم تحذر أنس عمر وتحمل الحكومة مسؤولية التراخي. مزارعون يشتكون من تأخير البنك الزراعي أموال شراء القمح. ضغط مصر لإبطاء أعمال البناء في سد النهضة. وزير التربية يعلن إجازة الهيكل الراتبي الجديد. الحالة 19 إصابتي جاءت نتيجة مخالطة سببها عدم التزامي بالبقاء في المنزل. استمرار أزمة الغاز بكل الشركات. ورشة تدريبية للفروع الاستجابة السريعة للتصدي لكورونا بكسلها. حميدية تعهد بترحيل الطلاب من الخرطوم لمناطقهم. ويترفض تسليم الدقيق لوكلائها. ظهور حالة اشتباه بكورونا في دنقلة. تسجيل حالة إصابة كورونا في الكاملين. سيصرخون تتجاوز شكرا حمدوك في الأسابيع. شكرا لحسن المتابعة.